أن موظف الدولة لا يجوز أن يتاجر في إحدى التجارات، فهل يجوز لموظف الدولة أن يفتح محلا باسم زوجته أو باسم أحد أخوانه؟ وهو له أو لزوجته؟ لا له ولا لا، ما يجوز. يعني لا يجوز للإنسان الموظف أن يفتح محل تجارة باسم ولده أو زوجته أو أحد من أقاربه أو أصدقائه، لأن ذلك كذب، فإن هذا المحل مثلا ليس لمن كتب له باسمه، وهو في نفس الوقت خيانة للدولة، لأن الإنسان فعل ما منعته الدولة وتحيل عليه بهذه الحيلة. نعم.